الدولة المصرية قدرت انها تدي دروس في ازاي الدول ممكن تحافظ على اولادها وازاي انها تقدر تحميهم من اي خطر في اي مكان. وزي ما شفنا امبارح سيادة الرئيس كان ليه توجيهات واضحة، القوات المسلحة أرسلت طائرة عسكرية وقدرت انها تجلي كل المصريين من افغانستان. لأي مدى فندم حضرتك شايف ان الدولة المصرية الان تهتم بالمواطن وان المواطن بقى جزء من الامن القومي المصري؟ اهلا وسهلا، برحب بيك وكل السادة المشاهدين. طبعا اللي حصل امبارح ده ملحمة بكل المقاييس، هو ده، هي دي مصر الجديدة، هي دي مصر الجديدة. اللي بيحصل دلوقتي واهتمام الدولة بالمواطن المصري سواء داخل البلاد أو خارجها ده جزء من الأمن القومي المصري. محور الاهتمام القيادة السياسية والاستراتيجية الجديدة اللي تبناها السيد الرئيس منذ توليه هي الحفاظ على كرامة المواطن المصري سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. طبعا احنا لينا سابقة قبل كده في ليبيا عندما تعرض المواطنين المصريين لأخطار معينة، ازاي قدر الجيش المصري وقدرت مصر ان هي تستعيد كرامتها وتقتص من الجناه اللي هم يعني ارهابيين بكل مستويات. انما امبارح ده كمان في ظل الظروف المحيطه وان افغانستان يعني محاطه بكل الاخطار وكل وان مصر تجازف والقوات المسلحه وترسل طياره عسكريه وتجيب رعاياها، ده شيء جديد جدا ورائع وهيتحسب وهيتكتب في التاريخ في المرحله القادمه للقياده السياسيه. يعني طبعا احنا شفنا دول زي امريكا نزلت تجيب رعاياها، احنا يعني دلوقتي بقينا في مصاف الدول الكبرى بل اكثر اهتمام بها ان شاء الله. دي كمان بتدي لك بتنقلنا لحاجة تانية، انك انت بتتابع حالات المصريين في كل دول العالم حاليا، وزارة الهجرة والكلام ده كله، انت بتتابع اي مواطن بيدخل بيقدم شكوى لوزارة الهجرة للقيادة السياسية بتلاقي الاهتمام خاصة خارج البلاد. انا قعدت مع ناس كتير خارج البلاد في دول عربية وغيره، اصبح هو لقينا، اصبح ما هوش خايف، هو عنده كرامة، حاسس ان في دولة تسليم، حاسس ان في دولة صحيح. وكمان حتى اللي بيشتغل عنده او كده عامل حساب الكلام ده. ففعلا انا بحيي النظام وبحيي الدولة في التطور اللي حصل ده، تحية غير عادية، وبنقل تحيات الشعب واسر الناس اللي جات دي على الاهتمام بيها.